ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه، وهذا أمر. فالنهي يفيد التحريم والأمر يفيد الوجوب. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والفساد أنواع. قال الله عز وجل عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد فساد أخلاقي، وفساد معاملات، وفساد عقد، وكل هذه الأنواع من الفساد منتشرة الآن. كل الأنواع المذكورة منتشرة بين الناس إلا من عصمه الله عز وجل. ففي الأسواق تجد فساد المعاملات، وفي المقابر وفي القبور تجد الفساد العقدي، وهذا أشد أنواع الفساد. ده السبب الليلة المخلي عيشة الناس مطينة. كثير من الناس يشكو الغلا، يقول لك والله الطعمية بقت الحبة بجنيه، وقلت له قدام حتبقى الواحدة بعشرة جنيه. فأمر الله عز وجل أو نهى عن الفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأصلح الله عز وجل الأرض ببعثة الأنبياء وإرسال الرسل في الأمم وفي القرى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآن ولا بد نركز على أهم أنواع الفساد، وهو الفساد العقدي، فساد العقيدة. لأنه كثير من الناس الليلة لما تتكلم في الفساد العقدي وفي فساد عقائد الناس، والله المساجد إلا من رحم الله تلقى الجماعة جايطين في شنو؟ عشان الزول ده قال للناس: يا ناس أدعو الله براه وخلوا ما دون من الأنداد والمعبودين بالباطل. المشاكل بتدور. فالمهم على الداعي الذي يريد أن يصلح في الأرض عليه أن يدعو إلى هذا الأصل. ده اللي بيصلح المجتمع، دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى بوضوح وبتفصيل حتى يفهم أقل الناس فهما، توصل المعلومة. لأنه ما في كثير من الدعاة الليلة في الساحة أصحاب قنوات وأصحاب إذاعات وأصحاب صحف أو مجلات لربما تحاشوا التفصيل في أمر العقيدة والتوحيد، ودي مشكلة حقيقية. كون الإنسان يجمل في مكان التفصيل مشكلة. لابد تصل المعلومة للسامع. انت قاصد بالكلام ده شنو؟ عندنا في بلدنا السودان الفساد العقدي يتمثل عند أصحاب الطرق الصوفية وغيره الذين شيدوا القباب وعبدوها وصرفوا لأصحابها أنواع القربات والاستغاثات والنذور. فأعظم الناس نشرا لهذا الفساد، الفساد العقدي أقصد، هم أصحاب الطرق المتصوفة المنتشرة الآن في الساحة وفي الميادين
بكافة ألوانهم وأشكالهم، وكتبهم تشهد عليهم بذلك. الكتب موجودة، أعني كتب المتصوفة التي سطروها بأيديهم. قال الله عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم، كتبوا كتب جنوا فيها أو أخذوا فيها حق الله وصرفوه لشيوخهم، وعظموا أسيادهم كتعظيمهم لله بأن دعوهم مع الله. يقول قائلهم: وكن يا مريدي حافظا لعهودنا. ده بتاع كتاب الفيوضات الربانية في الأوراد والمآثر القادرية. قال: وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة، أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوته. وهذا ضلال مبين. وأيضا يقول كتاب صاحب كتاب سراج السالكين، قال: أربعة حق للشيخ على المريد. لو كنت معه في الطريقة عنده أربعة أشياء بيعمل لك. قال: يحضره عند النزع، أول ما المريد يجي يموت والدرويش التابع للطريقة، أول ما يجي يموت قال بيجي والشيخ في النزع. قال: وعند سؤال الملكين لما يسألوه: من ربك وما دينك؟ قال: فيلهمه الجواب، يلقن الجواب، ده رب الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو دين الإسلام، يلقن الشهادة، وهذا كذب. قال: وعند الصراط يسهل له الجواز، ده صوفي. قال له الزول المعه في الطريقة يوم القيامة بيعمل له الأشياء دي في الدنيا، في لما يدخلوا القبر ولما الروح يسلها منه، قال بيعمل الأشياء دي. قال: وعند الميزان يثقل له الحسنات، وهذا أيضا من الكذب والبهتان. ربنا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بل قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هذا من الكذب والبهتان. قال: وعند الصراط عند الميزان. وهذه الأفكار لها أرباب ينشرونها ويبثونها عبر القنوات والإذاعات والمجلات والجرائد والصحف، ينشر هذه العقائد، هذه العقائد الباطلة التي هي من الفساد والإفساد في الأرض. ويقول أيضا قائلهم، قد أجب الكتاب ده وينه؟ إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. هذا عبد الرحيم الزريبة يمدح أحد شيوخ الطرق الصوفية اسمه إسماعيل في لبيض، قال: ينادوا من دون الله. وإسماعيل عليه السلام النبي ما بيجوز تدعوه، خلي إسماعيل الولي، إسماعيل عليه السلام ما بيجوز تدعوه، لأن ربنا قال في القرآن: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. بشر زيك ما يستحق يدعى، إنسان خلقه الله عز وجل لا يجوز أن يدعى. وبعد في ناس ما مقتنعين بالمعلومة دي، والله كثير من الناس، كثير من الأمة إلا من رحم الله السودانية ما بتقتنع. لما تقول ما تنادوا لا إسماعيل الولي ولا برع الغوم ولا مكاشف الغوم ولا الصايم ولا الكباشي، ما بيقتنع بالمعلومة دي، غادي يضاربك ويشاكلك. وده المرض ذاته، ده المرض الحقيقي الذي الآن مئات الجباب ومئات الأضرحة بل آلاف عبدت من دون الله تبارك وتعالى في هذه البلاد، شيدها أصحابها لمبارزة الله عز وجل. تقال المخلي البلد ما جاء يا خير شنو؟ هذه الصواريخ الموجهة للسماء
والله جت مش حمدني يوم الجمعه ولا مش الزريبه زرايب والشكينيبه هناك وامشي اللي زرقاب وامشي هناك ومرح شوف الناس دي قاعد تسوي في جنوب ودارين الغاز يبقى رخيص والبنزين يبقى رخيص ما بيبقى رخيص ما لم يوحد الناس ويكفروا بهذه الطواغيت. ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. ربنا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إذن هؤلاء المتصوفة يدعون الناس في عبر أشعارهم وقصائدهم للفساد في الأرض. والله جد القصائد تشهد على ذلك. جيت أزور جبله ما لقيت قبله كباش القيد في شبله الكبير زوجه دردقوا نبله جو أهله يشكولوا عدموا الصوفة من الطريق زقل. أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير له أطبع كالصغير ما تميل أبدا لغير كون له قريب جار له أخدم بدون إيجار أو عاك من الكجار ومعاملة التجار في كربك عنده بتغيثك جنده كون سابد عنده ما تضحك عنده. ده قال لك مع شيخك ما تعمل الحاجات دي ما تكاجر الشيخ وما تعامل مع التجار وإن جاتك مصيبة ناديه ودي أعظم شيء. كان شغلك وما داك قروش ترى دي خيابة وعدم مروة لكن تدعوه ده شرك بالله عز وجل وكفر وضلال مبين كما قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. دي قصائد ده سبب البلية الآن في البلد دي. وتجي تتكلم ينط عليك كم نفر. والله جد أنا أكلمك النصيحة كثير من الدعاة خالفوا هذا المنهج الرباني وتمصلوا عن هذه المسؤولية. بيقول لك لا والله الكلام في الجماعة ديل بيجيب لنا مشاكل والكلام في الجماعة ديل ما مفاسده كثيرة أصلا بيجيب مشاكل. كلام في أهل التصوف والكلام في أرباب الطرق يجلب المشاكل ويجلب الضلال المبين الذي ويجلب الفتن. والله جد بيجيب مشاكل وبتحصل. ليه؟ ده سبب. ده الآن نموذج من النماذج. ده نموذج واحد من النماذج كونه تتكلم في ناس ساووا بين حق الله وحق المخلوقين ومرة يقفلوا الشبابيك وما بيهمنا كثير يا زول. ده دين الله ده دين الله. ده ما حقك ده ما حقك ده ما حقك ده حقنا. ده نموذج من النماذج ونموذج حي. والآن يدون في مراكز العامة بتاعتهم هناك في المركز العام يدون ميكروفون ويقول له اتكلم ويكرموه ويهنوه وينادوا كل رمضان عليك الله سديمة خيبة. زول بيقول غير الله بيدي الجنة. زول غير الله بيقول بيعلم الغيب. زول غير الله بيقول ممكن يتصرف في الكون. تكرمه وتكريمك هذا تكريم للشرك. علمت أم لم تعلم؟ رضيت أم لم ترضى؟ تنصلت أو اعترفت؟ ده تكريم للشرك رغما عن أنفك. تكرم الشرك. وربنا يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ده زول تذل يذل في الشريعة الإسلامية. ومن يهن الله فما له من مكرم. زول بيقول الله غير الله بيعلم الغيب غير الله بيتصرف في الكون غير الله بيدي الجنة. ده تكرمه وتجيبه يا ناس ما لكم كيف تحكمون وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ودي ما أول مرة كونك في الميكروفون دي ما أول مرة. والله جد وعادي بالميكروفون شفت بحلقنا ده ساي بنتكلم وبنوصل الرسالة والمعلومة لكن تبقى الخيبة والعار على من يعني يمنع ويصد عن ذكر الله ويمنع مساجد الله. مساجد دي حق طلعت مسجد ولا نادي؟ مسجد حق الله ولا حق فلان؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كثير من المعلومات دي ما قادر تصل للناس. ليه؟ بصد هؤلاء. هسه في ناس برا يكونوا مستفيدين. أنت هسه الآن منعت الخير ده
وفي ناس يعني نسوان في البيوت ما سمعوا الكلام ده. انت قفلت الميكروفون منعت الخير ده. وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال فينا، النبي عليه الصلاه والسلام قال في ناس مفاتيح مغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. انت تغلق الخير. انا قلت لك يا زول في اصحاب عقائد فاسده افسدوا في الارض وافسدوا البلاد والعباد. انت وانا مفروض نتكاتف نحاربهم، مفروض نتكاتف لكي نكسر هذه الاوثان في قلوب المسلمين. تجي تقفل الميكروفون يا اخي، انت ما بتخجل؟ عليك الله ما بتخجل؟ تقول لي الله شنو يوم القيامه؟ تقول لي الله شنو؟ يا اخي انا ما جيت نبست لي زول، ما جيت قلت لك يا اخي تعال اديني قروش، ولا قلت لك اصرف علي، ولا قلت لك كذا ولا كذا، قلت لك الان ده فساد في الارض يدعو اليه هؤلاء. محمد المنتصر شغال، محمد المنتصر اللي زيرك قاتله الله، والركاني شغال، والفاتح قريب الله شغال، وبتاع السمانيه شغال، والاخوان المسلمين شغالين، عبد الحي هذا السروري الخارجي الذي يدعو الى فكر الخوارج شغال، وغيره من المبتدعه شغالين في قنوات وفي اذاعات، في قنوات واذاعات، والباطل منتشر، الباطل منتشر انتشار النار في الهشيم. وجب على الدعاة ان يحاربوا هذا الباطل بكل ما اوتوا من قوه ويصدعوا به ولا يخشوا في الله الا وتعالى. ربنا قال الذين يبلغون رساله الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. وانا ارشدك الى حديث عظيم اخرجه الامام الترمذي عليه رحمه الله والامام احمد في مسنده وحسنه العلامه الالباني عليه رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله قال قام فينا رسول الله خطيبا وكان مما قال الا لا يمنعن احدكم هيبه الناس ان يقول بحق اذا علمه فانه لا يمنع رزقا ولا يقرب اجلا. كثير من الدعاة الليله ما منعهم من القول الحق الا خوف انفسهم وخوفهم على مصالحهم الشخصيه وعلى الاموال التي يجنوها من المنظمات ومن الجماعات الحزبيه السروريه الخارجيه كجمعيه احياء التراث وجمعيه البر. هذه الجمعيات التي افسدت اهل السنه في هذه البلاد. رضيت ام لم ترضى؟ ده الواقع وده الحق. انت خايف ليه؟ خايف ليه؟ خايف الناس يسمعوا؟ انت مدينا قروش؟ خايف مالك؟ ده ما حق. انا ما بحارب في باطل، بحارب في منكر، بحارب في ضلال مبين، فساد منتشر، افكار خوارج الان منتشره، افكار متصوفه منتشره، افكار معتزله منتشره، افكار يعني شيعه منتشره. تقوم تكفي الميكروفون؟ تقول لا الله شنو؟ عذرك عند الله شنو؟ تكفي الميكروفون؟ عليك الله ما بتخجل؟ عليك تقول لي الله شنو بس؟ تقول لي يا الله قفلت منه ميكروفون ليه؟ وما دايره ميكروفونك ده انا ما دايره ولا بفرح به، والله الذي لا اله غيره، بحلقي ساي وبحتسب الاجر عند الله عز وجل، رضي من رضي وابى من ابى، شفته كان جاني وجه حلق، كان جاني وجه حلق، بتكلم ووصل معلومه. لكن الميكروفون ده هسه لو جاء زول من حزبه ومن جماعته ومن ملته يقدم له الميكروفون ويفتح ويشغل مكيفات اخر درجه ويديه مويه بارده وجزار بتاعت ماله ليه؟ بقيتوا حزبية. ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه فإنه لا يمنع رزقا ولا يقرب أجلا. لا يمنع الرزق ولا يقرب الأجل. بلد دي محتاجة توحيد يا زول، فيها آلاف القباب وآلاف الأوثان تعبد من دون الله، تعبد من دون الله. والآن الخوارج شغالين يسعوا يجلبوا في السلفيين، يا ما في سلفيين خشوا مع الأخوان المسلمين، أتباع سيد قطب وأتباع حسن البنا وأتباع محمد حسين يعقوب وأتباع محمد حسان وأتباع الحويني وأتباع الحلبي وأتباع ما غيره من الضلال. والله الذي لا يرغب، ده الحقيقة وده الواقع المر. ربنا قال ولا تفسدوا في الأرض، وهذا من الإفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلحها الله بمنهج رباني قائم على دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك منتشر الآن، والله الذي لا إله غيره. محمد المنتصر الآن ياخذ راحته على الآخر في النيل الأزرق وفي قناة الخرطوم وفي قون وغيره وغيره، ينشر يقول لك ممكن تقول مدد يا فلان، يجوز تقول نظرة يا أبو هاشم، يجوز تقول تطوف في القبة إذا كان ما عندك فيه عقيدة، ممكن الولي يتصرف في الكون، ممكن الولي يد الجنة، ممكن الولي يعني
ينزل المطر، ده كله الآن منتشر، وعندك إذاعة وعندك قناة وعندك شاشة، ما قادر تتكلم، ما قادر تقول محمد المنتصر دجال، ما قادر تقول عبد الحي أخو مسلم من جماعة الإخوان المسلمين يدعو إلى الفساد ويدعو إلى الخروج ويدعو إلى البدع، ما قادر، ما قادر تتكلم الكلام ده ليه؟ بل منهم من قال هو سلفي عديد كده، وللأسف عملوا مؤتمرات جابوا فيها وقدموه، وهذا إكرام للبدع وهذا تقديم للبدع. علم هؤلاء الناس أم لم يعلموا أنهم قدموا المبتدعة ومكنوهم من سماع السلفيين؟ وهذا ضلال مبين، والنصوص من السلف الصالح جاءت متكاثرة متضافرة متوافرة بهجران أهل البدع ومباينتهم والبعد عنهم وكشف عوارهم وتجلية حالهم للناس حتى يعلمون. انت ما قالت منهج ولا شنو؟ ما قالت شرح السنة للإمام البربهاري؟ ما قالت عقد التصرف للصابوني؟ ما قالت السنة للخلال؟ ما قالت التوحيد لابن منده؟ كلها كتب تقرر المنهج بعدم التعاون مع أهل البدع وعدم تكريم أهل البدع، بل تذلهم. والله جد من الخيبة تكرم لك مبتدع وتقدمه، هاك يا عبد الحي ويا غيره من الأقطاب، ياسر برهامي وما عارف سجم رماد، جابوهم في قاعة الصداقة وقال لهم اتكلموا ورونا كيف نحارب الشيعة. هم دار بيحاربوا الشيعة؟ هم دار ذاتهم اللي فتحوا الباب للشيعة؟ هم أهل هم اللي فتحوا الباب للشيعة في مصر وفي غيره، كيف يحاربوا لك الشيعة؟ وما عارف الدعوة في أفريقيا، أسير أنت بلدك ده قضيته؟ ما جاري لأفريقيا؟ بلدك ما قضيته، آلاف الجباب، آلاف الأوثان، آلاف الأضرحة تعبد مع الله، طرق صوفية، أخوان مسلمين، حزب تحرير، حزب ما عارف شنو، يعني منهم من ينكر عذاب القبر، ومنهم من ينكر نزول عيسى، ومنهم من ينكر وينكر مسلمات وأصول في الدين، ما قادر تتكلم فيه؟ تجي تقفل لي أنا الميكروفون المسكين ده؟ بتكلم بحلقي، وعند الله تجتمع الخصوم، وعذرك شنو عند الله؟ عذرك شنو عند الله أنت يوم القيامة؟ ربنا قال في القرآن، ربنا قال في القرآن الذي تتلوه بالليل وبالنهار، ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الليل المنكر أعظم المنكر هو الذي تنشره الطرق الصوفية والذي ينشره الإخوان المسلمون من عقائد الخوارج الأوائل، ده أكبر منكر وجب على الدعاة يحاربوه. شنو استجابة ونور وهوس شاي الصباح وما عارف ليك ضيفنا اهلا بك انت بين اهلك اطا وضيفك تقوم تحاربوا الدجال ده؟ شرك قدام عينك ما قادر تشوفه؟ ما قادر تحاربه؟ والله الذي لا اله غيره نشكو الى الله التمييع الذي وقع فيه هؤلاء. كل يوم جاب لنا واحد من مستوردين من البدع، محمد حسين يعقوب كل يومين جاي ناطي لقاه بس دلوك وعود اخضر، في يومين ثاني جاي يومين وجاي، ومبتدع زول خارجي، زول مبتدع تقدر ما تقول خارجي. وانا عندي محمد حسين يعقوب سلفي قولا واحدا، ومن طعن فيه لم يطعن فيه بحق. ده واحد ثاني بيجي دكتور من الدكاتره في البلد دي، دكتور قال محمد حسين يعقوب انا عندي سلفي، نحن بمنهجه والعلماء حكموا عليه بانه خارجي مبتدع ضال مضل. تجيبوا سلفي ده مقياسك انت، مقياسك الافيح وعبادتك الواسعه، وهذه من قواعد الاخوان المسلمين. يقول لك اخي حكون لنا واحد واشتغل واحد وما في داعي. وادعوه خوفا وطمعا، تدعو الله خوفا وطمعا ان يثبتك على هذا الحق الذي انت فيه، لانه كثير من الناس تنازلوا عن الحق وتنازلوا عن الدعوه الصريحه الصحيحه بسبب اموال وبسبب مناصب وبسبب سلطان وجاه. خلوا الدعوه، اطلع البلاد، اطلع القرى، اطلع الارياف، انظر الى حال هؤلاء الناس ماذا يفعلون، يعبدون غير الله ويعتقدون في غير الله. انت ما قادر تتكلم بالواضح تقول ده شرك ودي بدعه وده ضلال؟ الى الله المشتكى، الى الله المشتكى. وادعوه خوفا وطمعا، تدعوه خوفا من عقابه وعذابه وناره، وطمعا في رحمته وفي جنته. وادعوه خوفا وطمعا، ادعو الله يثبتك. وكان اكثر دعاء النبي عليه السلام يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك، ثبت قلبي على دينه، يثبتك على التوحيد والسنة، ما تتنازل. جماعة خشوا طيبة وجماعة قالوا الشغلة ما في داعي، القروش اللي بتجي من الخليج كلها بتجي عن طريق عبد الحي، وده كلام فيه
يعني بيوقف المصالح؟ يا زلمه يوقفها، يوقف المصالح ولا يقف دين الله؟ يوقف تقيف المصالح ولا تقيف دعوه التوحيد؟ خلي المصالح تقيف وخلي دين الله يشتغل من غير تدليس ومن غير تلبيس ومن غير تمييع ومن غير محاباه لاحد، من غير محاباه لاحد. وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. والكلام عن دعاء غير الله عز وجل تقدم الكلام عنه، ففي هذه الآية أمر نهي وأمر، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا حربا على أهل البدع من الأخوان المسلمين والصوفية والحزبيين والحزب التحرير وكل أهل البدع، حربا عليهم نكشف عوارهم ونبلغ دين الله عز وجل كما أنزله، ولا نخشى في ذلك لومة لائم إلى أن نلقاه، إنه جواد كريم وإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.